تيمبريس، السلام عليكم. عاشت ساكنة أزرو ليلة سوداء لمجزرة شنيعة ارتكبها أحد المتهورين بدوار حشادة. ذهب ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون منهم امرأة بجروح بليغة نتيجة قصف عشوائي ببندقية من متهور، حسب شهود عيان يصرحون بأن المعني كان أستاذا متقاعد وأخذ يطلق النار في وجه كل من وجد في طريقه بطريقة عنيفة. المخزن ما كاين جو يوم يعيطوا على المخزن فينا هو المخزن، والسيد هز السلاح وتيقتل في عباد الله. شكون بغى يتسوق له؟ كان حدا الدار اخويا وهز السلاح وتيشير على عباد الله والمخزن تيتفرج شكون بغى يجي عنده. ما كاينش اخويا. المهم اخويا اللي عرفت انا هو راه كان استاذ متقاعد. المهم هادشي اللي عرفت، شي مشاكل ما فهمتش.